السيد الوزير يشكركم كثيرا على الانتفاضه وكانت الزياره لكم وراءها هذا مساحه مختصره جدا. كان على الجميع بما يكون دروش يعني كل ما تشاهد الاقليم كان عباره عن مدار شيء مقرم يعني ما كانش شي ظهور ديال المدينه وما كان فيه والو يعني كانت منطقه يعني مذهوله ولكن ما غاديش نكون عدمي يعني في المجهودات ديال السيد عادل اللي كنشكره بزاف على المجهودات ديالو لله يعني سمحنا يعني بما كنشموا الرائحه ديال المراكز الحضريه ساعده خاصه اللي نشوفوا في المنبر وباقي مراكز اخرى بفضل التهيئه الحضريه اللي فرحنا لها بزاف وصلتوا لها السكان. لكن فرحت بنا السيد الوزير المحترم فرحت بنا كيفاش وقفت فوق ديال الطريق ان باقي حنا عندنا في الشوارع ما كنهضرش نعدلو شكرا بلا ربي جميع المناطق ديال الاقليم راه باقي كنمشيو باقي عندنا الريس وعندنا الشوارع محفرين وعندنا يعني كنعيشوا يعني الاوضاع اذا ما كنتفرجش وكما كيعرف الجميع بان هذه المنطقه ديال الدريوش يعني المنطقه ديال الاجراء يعني امتياز عندنا الجاليه المغربيه في الخارج اللي كتلح يعني بالحاح حتى حنا غادي نتعاملوا يعني بالخيرات ديال البلاد ديالنا يعني ما غاديش نبقوا حتى نمشي باقي المناطق محفرين وضاربة وعندنا واحد المشكل تاع عروس كنعيشوا يعني كنعيشوا في علاج بالبيوت باقي المناطق الاخرى غير سالم حنا عندنا شي واحد كنعيشوا في بيئه خطيره يعني كتنافى مع مدن 30 بوليسون يعني الله يسكن بخير يعني هذا مدن الناس والبيئه باش انما يعني الاقليم استعطى الاهميه في الصهر ديال الساحل حنا كنعيشوا اوضاع بينك يعني كارثه السيد الوالد كلكم راه يبغى كلكم راه هو اللي كيبعث الدروش بزاف يعني من بين الادويه كان الدواء ديال الحساسيه لان كنعيشوا في بيئه يعني خطيره ما غاديش نقول بزاف غادي نمشي لواحد المشكل خطير جدا مشكل ديال الصحه حنا نعاني راه ما كنبقاوش نشوفوا السيد الوالد راه شي واحد منا طلعت السخانه على كلش يموت والنساء ديالنا كيوقفوا في الشوارع وكيوقفوا في الطرق حنا في الشرطه كان الحكومه كانت لا يسمى مستعجله ديال الضوء حنا حسينا هاد الدوش مستعجله ديال الوعي كتمشى عندو يمشي للادور يعني ملي كنمشيو للادور يعني كارثه اللهم كاين الناس اللي كيتقلبوا ما يمشيوش يمشيو الحسنه ديال الادور الله يجزيكم بخير حنا المواطنين المغاربه كنعزو على الوطن كنعزو بصاحب الجلاله كنعزو بالبلاد ديالنا ولكن حتى حنا استعطانا من اهميه ديالنا استعطانا قيمه ديالنا راه الانسان ملي كيشوفو الضوء وناخذو كتموت الشارع وكتموت الشارع راه ماشي غادي يقدر يعيش يقدر اي حاجه باش نخدم السيد الوالد السيد الوزير المحترم حدا الاقليم ديال الدروش باقي كنعاني كنمشيو الاقليم ديال الناطور باش نديرو المصاري ديالنا واحد المقاول كان هضر معايا قال لي واحد الحاجه يعني خطيره السيد الكريم عنده تجزئه باش يدير لي كلاب ديال الاستخراج البقعه اللي هو مشروع على عباد الله كيمشي المحافظ العقاري للنار وسير ويجي سير ويجي وكيطلعوا على الهزات ديالي كيفاش حنا غادي نديرو غادي يعني نجمعوا واحد السويت ونسمحوا ليه ونشكر لهم.